مساء الخير حبيبي. طبعا بدنا نحكي شوي عن الصوت الخالد الراحلي أسمهان. طبعا أسمهان أنا بنظري هذا الصوت المعجزي، وهنيئا لكل مين لحله أنه اندخلوا بتاريخ مع بعض. طبعا كان البدء مع أخوه الموسيقار خالد فريد الأطرش، القصبجي الأستاذ عبد الوهاب، أيضا الصنباطي اللي صنع 5 ألحان. الصنباطي معروف بالشرقي اللي كان في التنافس الحقيقي على شرقية وصوت أسمهان ما بين فريد والصنباطي. في عام 1944 عملت الراحلة أسمهان فيلم اسمه غرام وانتقام، وغنت لحن الصنباطي كسر الدنيا اللي هو اسمه أيها النائم. يا سلام يا سلام على سحر الشرق صوتا ولحنا وحقيقة. هذه كذلك الأمر بعام 1944، يعني مع زمن الفيلم، عمل الصنباطي لأسمهان نشيد الإسرة العلوية اللي كانت حاكمة مصر، اللي هي إسرة محمد علي باشا. طبعا لحن رائع وصوت أروع، في لحن في تقل هيك وفي غرابة اللي هو حديث عينين. يا ريت هذا بالذات تسمعوا فلسفة الصنباطي وهو بلحن هذا اللحن. عم حسه أنا أنه قدي كان عاشق لصوت أسمهان الصنباطي. فيكن تبحثوا عن اللحن اللي هو له اسمين، حديث عينين أو يالي عينيك ويالي. كذلك الأمر أقرطبة الغراء لابن زيدون، معروف ابن زيدون هذا الشاعر العظيم. كذلك منشوف الصنباطي، يعني عم يحاول الصنباطي مع السيدة العظيمة أسمهان أنه كل لحن يكون أغرب من الآخر، كل لحن يكون أغرب من الآخر. كذلك الأمر الدنيا في إيدي والكل عبيدي، وبعد رحيل أسمهان أنه هو صوتان كمان حلوين، أحلام مش الخليجية هديك قديمة، وغنيت أيضا صوت ساحر اسمه عصمة عبد العليم، غنيت مع عبد الوهاب، غنيت مع فريد بساط الريح، من الأصوات الطرية والرنان الجميلة. وأنا سمعت من صوت الصنباطي رحمه الله، كان فريد عامله أخته فيلم انتصار الشباب، فكان اللي من كتر ما بحب الصنباطي أسمهان كان هو بده لحلها، اللي بدها تمثل هي وأخوه وتغني وأخوه عم يلحن وكذا. قال له لا، الفيلم فريد الأطرش الله يرحمه لي ولأختي، نحن يا مننجح يا منفشل، احنا منلحن ومنغني خلاص. بيسألوا للصنباطي، قال له اه والله كنت أنا عاوز لحن لأسمهان أغاني الفيلم، لكن فريد قالوا لي نجح؟ قال له اه. قال له طبعا ألحان شرقية وعجبتني جدا، دول نجوم حقيقيين. هذا كلام الصنباطي. كمان نحن منقلكم رجعوا اسمعوا، حبيتوا تسمعوا كمان ألحان فريد لأخته بجننه. يعني كل شيء لحن لأسمهان كلهم حلوين، لأنه كان زمن كله سباق من هو الأجمل، من هو الأجمل، سباق رائع. شكرا حبايب، وإلى اللقاء بكل خير إن شاء الله. شكرا.